اولا حاب امسي عليكم يا اللجنه ومسي على اخواني المتسابقين. جاي اقدم هنا في كيان الواقع لانه كيان عظيم وجميل جدا للشباب اللي له طموح عالي. جايين انا واخوياي هنا ان شاء الله باذن الله نقدم ونصير نسخه جيده باذن الله. نقدم كل اللي عندنا من رياليتي، سوالف، قصيد، انشاد، بكل اللي نقدر عليه باذن الله. ايش موهبتك يا نواف؟ موهبتي انا؟ والله لاني شاعر ولاني منشد. لا انت شاعر ولا انت منشد. ايش طموحك؟ ماذا تكون مستقبلا؟ طموحي ما له نهايه. ابى اوصل ان شاء الله للاعلى. الله يوفقك. وياك ترى. الله يحفظك. انا بس لو تسمحوا لي، ابداع قال ان انا منشد صح؟ ايه بدنا نسمع؟